قال ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. إذن النائب الذي تنيبه لابد أن يكون حج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره. يعني ما يصير تجيب واحد ما عمره حج وتقول تعال حج عن فلان، طيب ما حجت عن نفسي، ما حجت عن نفسي. فالإنسان يبدأ بنفسه أولا ثم يحج عن الآخرين. إذن قالوا أن النائب لابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا.